البيار مدى وصفوف البيار كلنا إخوان جايين أولى الدار كلنا إخوان جايين أولى الدار وزارين والبقارة السلام عليكم مشاهدينا تلفزيون النصر 24 مشاهدينا تلفزيون النصر 24 برنامجنا برنامج المزارعين والبقرة هذا البرنامج يتكلم للمزارعين والبقرة في هذه البرنامج نتكلم للمزارعين والبقرة وفي هذه البرنامج نستضيف أنواع من المسؤولين عن الثروة الحيوانية ومسؤولين عن الأجريكلتشر والإليفاشا الناس البروبول الحيوان والجروب ما الناس الكل يستحموا في أشياء عن الزراعة والبقرة في هذه البرنامج اليوم نستضيف رئيس عن جمعية الشباب المزارعين هو بس على بنادو الفونداسيون دي جين اغريكولتور نستضيف الامين العام والرئيس هنال الشباب المزارعين هو بس بكلام نصارى بقولوا الفونداسيون دي جين اغريكولتور سمع ما ناخذ وقت كثير الاخت مريم غومبو اباتشا عند كلمه كلمتين كده شكرا الزميل ادريس ابكاكا نحن اليوم جينا في شباب المزارعين اليوم أنينا جمعنا جينا لهم ونستفيد منهم والآن أنا وزميلي إدريس بكاكا جينا نسألهم كيفيات المزرعة أو البقارة كيف يتربوا بهايمهم فخلاص من الآن بعد نسأل الرئيس هو ابن محمد نور السالم هو الرئيس من الجمعية ومعه نائب اسمه ابن عمر مدى وصفوق البيار مدى وصفوق البيار كلنا إخوان جايين أولى الدار كلنا إخوان جايين أولى الدار وزارين السلام عليكم مشاهدين تلفزيون النصر 24 برنامجنا برنامج المزارعين والبقرة البرنامج يتكلم للمزارعين والبقرة وفي هذا البرنامج نتكلم في أهمية الزراعة وأهمية الثروة الحيوانية في بلدنا تشاد اليوم البرنامج برنامج المزارعين والبقرة جينا عندنا ضيوف في هذه البرنامج هم الرئيس عن الجمعية عن الشباب المزارعين الرئيس عن الشباب المزارعين هو محمد نور سالم مصطفى والسكرتير جنرال هو الأمين العام عن الجمعية عن الشباب المزارعين والبقرة هو محمد نور ابن عمر اليوم في هذه البرنامج برنامج المزارعين والبقرة زي ما نقول لكم ضيوفنا اثنين
هم الرئيس هنا الجمعية الجمعية هنا جن أغريكولتر بكلام نصارى يقولوا فونداسيون دي جن أغريكولتر هو بس الجمعية هنا الشباب المزارعين عندنا الرئيس هو بس محمد نور سالم مصطفى والأمين العام هنا الجمعية هنا الفونداسيون هنا جن أغريكولتر هو بس جمعية هنا الشباب المزارعين هو محمد نور ابن عمر محمد سالم محمد عمر ابن عمر. السلام عليكم الرئيس الجمعية الشباب مزارعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته. سمع نقدر المشاهدين على التلفزيون يعني النصر يعرفوك انت يا تو مولود سنة كم كلك تقدر تتعرف لنا؟ انا اسمي محمد نور سالم مصطفى والرئيس خان الفيدراسيون انا جن اغريكولتير وانا طبعا مولود في امجرس ومولود سنة 1987 وكمان مش الله وكبرت كمان في التشات في انجمينا ومن جيت مور 3 سنة كده يادي هسه انا جاي في انجمينا بس ان شاء الله مع اسرتكم. عمرك 3 سنة جيت في انجمينا؟ ما شاء الله. تمام نشكره جزيلا. سمع السيد الأمين العام حنا الجمعية الشباب المزارعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين على التلفزيون النصر يعرفوك أنت منو؟ الاسم إبراهيم ابن عمر محمد صالح وأنا من تشهد أصلا ومن مواليد من الثمانينات وساكن إنجمينة إن شاء الله. تمام شكرا لمشاهدين تلفزيون النصر دا ضيوفنا هنا اليوم في برنامجنا برنامج المزارعين والبقرة وما نشل وقت كبير نسأل الرئيس الجمعية هو بس المسؤول من أشياء كلها هنا الجمعية. سمع السيد الرئيس السلام عليكم للتاني مرة. وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته. السيد الرئيس أول سؤال الجمعية هو الفونداسيون دي جين اغريكولتير بكلام عرب بقولوا الجمعية هنا الشباب المزارعين هذا الجمعية متى يا أسستوا؟ الجمعية ده أسسنا في 2018 وشهر 7 كده. الجمعية أسسوها في 2018 شهر 7 يا شهر 7 2018 اي 18 ده نينا الكريا الفيدراسيون انا جن اغريكولتير مين اسا كريين ده دابا سنتين ممكن ان شاء الله دابا الفيدراسيون عندها سنتين بس دابا عندها سنتين مش الله الفكان الفيدراسيون وهسا الحمد لله ومن فكنا كل هسا علينا الحمد لله وماشيين الحمد لله. الفيدراسيون ماشي كيف هسا؟ الفيدراسيون ماشي تمام اول كل في بدايه ده في صوبات فعلا من فكان الفيدراسيون كلها الحمد لله الاول زول وقف معي كلها الصاحبيه ابراهيم ابن عمر بن مساله كمان هو شاف الفكره ده قال زراعة وفكره كويس وشات كلها من زمان اسرتنا وحالنا كله عايشين في زراعة ده بس ده قلت الحمد لله ولمينا وشباب تنين والحمد لله ومواصلين ان شاء الله. زي ما انتوا تقولوا الفيدراسيون انتوا الشباب تنين لميتوا، هل انتوا شباب اثنين لميتوا واسستوا الفيدراسيون الجمعيه حنا الشباب المزارعين، هدفكم شنو؟ هدفنا اول لا بسم الله الرحمن الرحيم هدفنا اول لا نتربوا 1 مليون شجر. 1 مليون شجر؟ في ارض تشاد. في ارض تشاد في كل ريجون انا فين دي ريجون ده كله نتربو من هنا ل 2022 دا شلنا النيه قلنا نتربو هسه كلها ماشيين ان شاء الله. يعني هدف كبير مره وايد. الحمد لله اول اسم ده ما هدف كبير لكن شغل صعب لكن كان نيه شلنا ده ما صعب كل شيء ده يعني بامرنا الله وان شاء الله هسه مواصلين هسه جن الشباب بس هسه لمينا بجيوبنا نينا بس والحمد لله شباب لمينا كله عندهم نية اي واي كله يمرق شغل الاندا بس ونواصل ونبو شدر هسه ذاتك شدر داكو قاعدين واول بدينا في جرماي اول بدينا في جرماي وهسه حاليا ده من جرماي
جينا في مبروكة هنا أنا قوم بليلة ده كله تربنا شدر وحصة هنا كل في أنجمانا كل بكان وادين تربنا مشدر في قارتي وادين وحصة علينا كل دارين نسو برنامج عشان تربو شدر بكان آخر كله. تمام السيد الرئيس، حل في البداية حنا الأسوس فانداسيون أناكم نما لقيت صعوبة؟ والله الصعوبات ده فيه لأن الصعوبات ده قاعد، لكن الحمد لله حاسة حاليا ده شوية دايرين نمرق من الصعوبات عشان الشباب ده كله لمه وفكرة ده عجبهم وقالوا الحمد لله نبدو بجوابنا بس وكل شهر كان نار من ده شغل يمرق عشان شدر ده هو أجر كله عشان ده قال ما في مشكلة حاليا ده في الصعوبات. تمام السيد الرئيس، حل الفونداسيون الجمعية هناكم ده يتحمى بس في الأشجار ولا تسو زراعة كلها؟ لا، أول شغل بالنسبة لنا في دراشون ما للشدار ويدا الفكر حقنا دلل حتى إليفاش وأغريكتور كله نسو وحسا في بداية قلنا أول هدية نسو في بلدنا ده وايد مليون شدر نسو عشان ده ينتين النية للنبض وخدمة حقنا وحسا حاليا ده كله سوينا سرت هكتار عندنا ده سنتر حنا الاغريكول حقنا غن دربو فوق الشباب وحاليا ده كله سوينا فوق طماطم وشو وماما خضار حنا الاكل ده هسه حاليا ده كله شغالين فوق. السيد الرئيس قلت عندكم 7 هكتار حنا المزرعه 7 هكتار ده سنتر حنا الفورماسيون ميم تان هو ذاتك يعني دارين نصفه يعني شغل حقنا الغني سودا يعني في مارشار ده طماطم وشو وغني سو بوافران كل شيء يعني انا بعد الخريف ده غني تربو ان شاء الله. وحل نقدر نعرفه بكان السبع هكتار ده عندكم ليه في وين؟ السبع هكتار عندنا في طوما توكرا وعندنا 5 هكتار كلها قاعد في لينيا وعندنا هسه حاليا 20 هكتار كلها في جرماي و قلنا حاليا ده نتربو شدر بعد كملنا شدر ان شاء الله عندنا 20 هكتار ده كله نكوماسي فوق نتربو ان شاء الله. تمام سامي السيد الرئيس، زي ما قلت هدف عن الجمعيه الفيدراسيون عن الشباب المزارعين عندكم هدف كبير في البلد وحل عندكم ناس كي بيساعدوكم مش الاو ان جي المنظمات غير حكوميه بيساعدوكم فيه ولا ما عندكم؟ والله في البداية حاسة حاليا ده لا ما عندنا اي حكومية ولا في اونجي ساعدنا كحاليا ده ما فيه حاليا ده الشباب بس جمعنا وشينا جو تقنا وحاليا ده ماشين ومش الله. تمام اصلا كان نعرف كده ده الا انتو على الشباب بس تجمعوا شيء كده وتقدموا من جيوبكم بس حاليا ده كان اخدموا بجيوبنا ممكن السكرتير حق ذاتي ممكن يقدر ينتوكم التفاصيل كيف الفيدراسيون ده ماشي فوق كله ان شاء الله. تمام السيد الامين عام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. تمام جمعيتكم جمعيه الشباب المزارعين، هل هدف حنا الجمعيه زي ما الرئيس كلمنا هل تزيد لنا في الهدف عن الجمعيه؟ والله يعني اولا ده نشكركم كثير يعني ان هدفنا ده قلنا يعني في اطار انا 2020 ده 22 ده نتربو من شجر بداخل تشاد عشان بلدنا ده عندها فوق خير كتير وفوق ثروة حيوانية كبيرة وأننا قلنا لابد يعني نوحد صفوفنا ونتكاتفوا كشباب ويعني نزرو ويعني عشان نسدوا الجودة سكرتي المنتر نجيبه في بلدنا وده يعني صحيح هدف كبير لكن داير له نية وكله هنا كان عندك نية ده يعني أي ما هدف تقدر توصل يعني وفي نفس الوقت أننا ما عندنا مكاسب نفسية ولا مصالح شخصية هدفنا ده يعني تشاد بس بصفة عام ومن بدأنا ده يعني لقينا فرصة قدرنا يعني ناس كتير نوقفوا معنا خاصة من الشباب من شمال ومن جنوب ومن شرق ومن غرب ومن وسط ومن كل يعني أفراد ومن كل الأديان ومن كل القبائل ناس كلها وقفوا مثل راجل واحد مثل أمهم واحد أبوهم واحد وهدفنا بيجي واحد يعني ده شيء كويس مرة واحد يعني قلنا يعني في نفس الوقت ده حتى يعني نحل النزاعات في المستقبل بين الروائية والمنمين بصفة عام وحتى صيادين السمك ذاته في يوم من الأيام ده ندخلهم في مشروع حقنا لكن هدفنا الأساسي ده قلنا يعني نعلم انت راجل ده يعني ضروري يعني تخدم واليوم يومنا ده أرض تشاد واسع
كان لمينا تسكتفنا وكل شيء كان قلنا نرجع من المنظمات الغير حكوميه ومن الخارج ده ما يصير منها، لابد منا اننا بس يعني نقومه ونخدمه. وبعدين يعني حتى كان لقينا دائم وكان لقينا يعني يكون لنا بس فرص بس، لكن ما يعني في البدايه ده عندنا معنا شباب اي واحد اللي عنده بس يعني بيقدمه وقاعدين نجاسفه وبدينا يعني وشيء ماشي كويس. عندنا كريتير كثير، اول حاجه ده جيوغرافيك زي ما وريت الناس من يعني اطراف النشاط كلها موجودين. ثاني ده يعني زي يعني سوسيو بروفيشنال، عندنا معنا مزارعين، عندنا حتى منمين، عندنا ناس يعني صيادين، عندنا ناس تجار، عندنا ناس طلبه، عندنا كل الافراد. وبعدين عندنا كريتير اخر ده سوسيو لينغويستيك، عندنا كل القبائل. وبعدين عندنا الجار كلها، عندنا معنا النساوين كلها والشباب يعني الصغار والكبار كلها، عشان يعني يكون شغل انكليزيف وفوق الناس كلها ان شاء الله. في مثل كده سمع الامين الان، هل نعرف عندكم فروع كده في البلاد؟ والله حاليا ده عندنا خاصه هنا مركز هنا في نجمينا، وقاعدين نلتقوا كله يعني اسبوع، عندنا يعني سياسه جن السوشيال ده هنا. لكن بعد ما بدينا الخدمه وكي جاء يعني مرض بتاع الكوفيد ده وجاء خرب لنا شيء الودي، ما قدرنا خطينا انتن. لكن في نفس الوقت ده ان شاء الله الشهر الجاي ده كان وقتها كله يتصلى ده 23 يعني ولايات عن الشهر ده كله كي نخط فوق انتن ان شاء الله. تم الامين العام حس الرئيس الجمعيه بيقول لنا عندكم 7 هكتار، وفي 7 هكتار قاعدين تدربوا فوق الشباب، هل الاشياء تدربوا فوق الشباب عندكم متخصصين ولا انتم بس؟ عندنا في صحيح يعني زي ما قال سيد محمد نور ده في تكره عندنا 7 هكتار وزي فرم اكل قاعد ندربوا فوق الشباب يعني في زراعه خاصه كلتير كونتر سيزون وكلتير ماريشير. مثلا عندنا طماطم ضربه، عندنا شو، عندنا بوفران، عندنا حاجات كثيره. وعندنا انجينير مفكر ساعدنا سوينا بيبينير دول وفي سويفي كلها يراقب معنا لحد ما وصلنا في مرحله القاعدين ده. وفي نفس الوقت نحن كل من بدينا ده يعني اخذنا اكسبيرينس شويه، هسه بيبينير انا ليمون ومانجا ده عندنا ذات قاعدين نعمله. وقلنا ان انتم اي ما بيت ده اي هوش ده ندو شجرتين مانجا واحده والليمون واحده، معناتها ان فوي دو زاربل فروتي بور ان فوي. صحيح كان قلنا نوقفه يعني مثلا الصحراء ده داير يعني شجر زي تلها ديل زي كتر وزي هجليج ونبق وما اشبه ذلك، لكن انا قلنا اول ده خلينا نبدا بشجر صحيح هناك ده كل اشجار مفيده، لكن قلنا نبدا بمانجا وليمون ندو للناس اي زول في بيت، وعشان في بيت ده حتى كان نانو ما عندك علمي كلها، حتى نانو ما يودي ساكت والعلمي اللي استعمله في بيت ده كان شيء يسقو ده يعني يقوم. وفكرنا قلنا يعني شجر ده شغل يليب ناس وعنده اجر كلها في النهايه ده حتى يمشي لنا صدقه جاريه. وحتى اي نانو اليوم ده كان كلمته ادوك كلها كان قلت نمشي نتربو شجر ده يقبل، وانينا ما عندنا اي مصلحه، شغلنا ده لله بس ونواصل نفس المسير. وكان يعني بدينا شويه لكن هسه ناس كثير خشوا معنا وان شاء الله الله يوفقنا ونوصل المراحل أخرى إن شاء الله. سمع السيد الأمين الآن، نرجع شيء وراء في التربين المقنعه الشجر، زي ما تقولوا أنتوا هدفكم تربوا في البلاد 1 مليون شجر، هل نعرف أنواع الشجر تتربوا؟ أنواع الشجر ده زي ما هسا قلت يعني تشاد يفترق شمال كل فريق جنوب كل فريق وسط كل فريق، أي منطقة ده في يعني حاجات خاصة له. عشان كده الشجر زي تلها وكتر و نبق وحجليج وزي يعني اشجار بتاع الصحراء ده في دول بلدنا عندنا صحراء كبيره طبعا ده نتربوه هناك. وشجر خاصه يمشي في جنوب كله زي مانجا وقيافه وليمون وكده نتربوه هنا. وقلنا نعمله في اي اول حاجه ده يعني كان تطلع من جمعنا بشمال ولا بجنوب كله قلنا نعمله مكان زي 3-4 هكتار ده قلنا ناخذه من البلديه ان نتربوه فوق شجر نعمله زي يكون زي جنينه، وخاصة صحيح جمعياتنا لكن زي هيك جاردين بيبليك شغل ده في تشاد ما في في نجمينا داخل صح في الفواري عند الميري ده بلدية نجمينا عند محلات كده يعني زي يعني اسباس فير ناس قاعدين يجتموا يقعدوا فوقها. لكن قلنا حتى اير انا ريبو كي نعمله اي محل تطلع من نجمينا كان بجنوب كان بشمال كله قلنا ناخذ مكان نحوقه بإمكانية حقنا بس نعمله بير فراش سولار ونسقوه نفتشوه غفير كلنا نكفوه، لأن ما 3-4 سنة ده شغل سيء كان بدينا ده شيء صعب، لكن 4 سنة ده مكان ده كله يولي أخضر
وفي مانجا وليمون وكل شيء، واي نعلم ده يجي ده يستفيد منا نعملوا اكسسوار ديال كلها يبقى جاردان بيبليك ان شاء الله. مثل كده السيد الرئيس نرجع عليك نقبل، هل نشيف في اللوجو هناكم حنان فونداسيون نشيف هوت كل قايد، هل قد سو في سكيلتير الهوت كل تربو؟ ايوه يا عصا فعلا مش قبل كلمتكم الفيدراسيون لما واقف في الزراعة وبيدا واقف في البهايم ونسو كل شيء عن الهوت و وجدات كله ان شاء الله. هسه حاليا دخلنا كله حاليا سوينا برنامج فوق في 5 هكتار حقنا في الغنيا، قلنا نسوي البرنامج في لنا اول كل البدايه القاسيه، لكن ما قلنا سوينا كله، لكن شلنا النيه وان شاء الله خطوه خطوه ماشيين ان شاء الله. يعني في المستقبل كده شغل هسه انت طلعت كله تقدر تسوي ان شاء الله باذن الله. ده شغل لك النية شلت ده ما كل شيء يبقى. التشاد ده فعلا بلد، ده ناس بيقولوا التشاد ده بلد يعني ما ينفع، والتشاد بلد عند جوا التشاد يعني فعلا التشاد ده النية، بس التشاد زمان ده الناس عايشين، الاباتنا زمان عايشوا كله بزراعة وعايشوا كله ببهايم، والبهايم ده بس بمشي يودوا برا بدبس الريشاس هنا التشاد كله عند الباش بيعمل كتير بس. وحاسه فينا البترول كله يعني جالنا بليس، لكن شيء البترول لا جالنا نجريجي شيء اجريكتير ده، وعشان ده قلنا شلنا النية، قلنا الشباب ده اللي ما يشوفوا البترول ممكن بترول لا عند حد معين بس، وممكن الزراعة ده ممكن ماشي طويل معنا. سمع نرجع لك سيد الأمين العام، نرجع لك لتاني مرة، هل في البداية قلتوا ما عندكم البارتنير ما عندكم ناس بساعدكم، هل بفرصة حنا تلفزيون النصر كان لقيتوا المساعدة من البارتنير الاوي جي، هل تقبلوا؟ هاي فعلا نقبلوا، اننا ذات قلنا نقدموا ملفات يعني قاعدين نخدموا، عندنا ناس يعني فنين قاعدين يخدموا، قلنا يعني نمشي ندق كل الابواب خاصة عشان نلقوا من البارتنير تكنيك الفينانسيه يا كمباني اننا في البرنامج ده، لكن في نفس الوقت ده اننا قلنا جهد حقنا ان خلينا نسوي عشان يد واي ما يصافق، قلنا نتكاتفوا نتماسكوا وجود حقنا نسوه. يعني انت زول كانت تتلي حتى 100-200 من جابك في حاجة قاعد تدخل ده معناتها قاعد تميلتي يعني عندك فوق الرؤبة وعندك شغل هناك، وإننا نأبروبريه شغل حقنا وبعدين بنية وكل شيء، وبعدين حتى نمشوا نفتشوا يعني دائم من البارتنير وحتى من أي بن فولنتي يعني نعلم عند النية يساعدنا، وأنينا خاصة ما عندنا خلفية بالسياسة يعني مستحيل سياسه دخل فيه نقشه كل ما عندنا، ولازم اننا في التشاد ده فكرنا قلنا خلينا نكون ناس جزيرين، اي انسان كان جاز في صفنا ده ما يشرع بعنصريه، اننا كلنا كده نكون زي يعني يلا انا راجل واحد امنا واحد ابونا واحد، تفرق حاجات حاجات حصلوا كتير في التشريط كتير، لكن دم ده ما يتغسل بدم بالالم ينغسل، عشان كده فكرنا وشغل ده في البدايه ناس بعدين ما قاعدين يصدقوا، لكن هسه ماشي عديل، عشان كده قلنا نستمر فوقها وان شاء الله الله ينصرنا. نعلم كم انت مخلص وشيء كان قاعد تسويه بقلب ابيض ده الله يوفق ان شاء الله. المزارعين والبقارة خلوا الدواس والفجارة خلوا الدواس والفجارة سمع الأمين العام كلمة الأخير، هل عندك نداء للشباب توجه في مجال الثروة الحيوانية والزراعة، عندك نداء للشباب الشادي؟ والله أخيرا ده أول حاجة نشكر يعني تلفزيون النصر، وفي نفس الوقت نداء يعني لشباب الشاشات بصفة عام ده يعني هل يكونوا ناس جزيرين بس ويتماسكوا ويتكاتفوا، وأول حاجة يعني يسمن كلهم كلمتهم تكون واحدة، وخاصة يعني في المستقبل ده يعني هو الشباب بس مش، وبعدين يعني الزراعة والثروة الحيوانية ده بس يعني البوما إيكونوميك، يعني يكون يعني عمود يعني للاقتصاد للبلد بصفة عام، عشان كده خليه يركزوا كتير يعني ينتبهوا كتير للمجال الاثنين ده، وفي نفس الوقت كمان يعني النزاعات بين المزارعين والروائية ده كله في بلدنا كتير، يعني نطلبه هالناس ده كله يعني يسمنوا يعني كلمتهم تكون واحدة يتواحدوا
ويحلوا النزاعات بطريقة سلمية. وفي المستقبل إن شاء الله حتى يعني أي حاجة عندنا نخات الضعف ونخات القوة عندنا كلها إن شاء الله في نخات الضعف ده كان في تحسينات ده من الناس كلها يعني نشيله عشان نعمل يوري يعني بلا كريتيك ده أنا ذاته ما نقدر نقدمه عشان كده الناس كان يشوفوا شيء حاجة شيء كما عجبهم كل ممكن يعني يكلمونا ونغيروا عشان شغل كله يقعدين عشان قاعدين يسوي كله لصفة عام ما لمكاسب نفسية يعني قديادنا ده قديا بتاع أمة وقديا بتاع أمة دانينا ده نداهو من أجل إن شاء الله وشكرا. الزراعة دي إنكوا فوقها أهمية لبيئة أنا تنفيرون البيئة يعني كلا تنفيرون ما أوكي حسا حاليا عندنا برنامج فوق البيئة الحيوانية ده حسا ده سوينا برنامج و تمام السيد الرئيس هل دور نعرف تأسيس هذه شباب المزارعين مزاستوا ده تربتوا كم شجرة؟ والله الفيل هسا حاليا ده من بدينا ده هسا عند زي 4 شهر كده ومن بدينا من 4 شهر ده بدينا في جرماي هلة كبيرة فيلا في جرماي جنب للرافينيري ده شفنا قلنا رافينيري بكان بترول ده جنب ده حلينا دوشادر عشان شيء كي لأكسجين ده كل شيء بدارة وفيلا ودينا ده هلة ده فيلا ما عنده شجر ودينا حاليا ده زيادة من 3000 شجرة تنام وتعرفنا وفي المبروكة كلها الجرماية ده كلها جبنا تنام وحاسة حاليا ده وتعرفنا فيها شجر كتير حاليا ده ممكن تورينا يعني عدد أنا شجر التربتورة والله العدد لسه تعرفنا شجرة كله ده ما نقدر نوري لك عدد تقدر كله في راسي مش ده لكن حاسة زيادة من الألوف كتير يعني زي 5-6000 7000 كده شجر تعرفنا حاسة زيادة من 4 شهر ده كله تعرفنا وحاسة حاليا عندنا سيفي هكا كله غني تعبوا إن شاء الله والأشجار ده تلقوا منين؟ تبوه ولا كيف؟ ولا جايينكم مساعدة؟ والله والشباب على هسه قبل كلمتهم فوق ده اي شباب كلها يعني جاب مساعدة حقا الواد جاب مساعدة فكريا وواي جاب مساعدة ماديا وواي يعني مش الكبس يعني بدانا فوق وفينا الحمد لله سوينا بابينير اول لما عندنا شجر كتير سوينا لين دورن تربو هسه لين طيب شكرا السيد الرئيس ونسألك في خدمتك ده انتم كالاعداء بعدين ده تنادي بالتليفون ولا كيف تلوموا وتجوا تخدموا والله في لسي بالتليفون الدور نلوموا ده قاس يعني ده النمبر حقنا انا الشباب الاس علينا ده اللي مانا ده كتير كريه جروب انا واتساب وجروب اس واتساب ده الاس كريه واي ده سامالا نمبر حقنا ده اي مساج عندنا ده نكتبه في الواتساب في الجروب واي واي شيفة وممكن نقدر يرد لنا تمام هل يعني في جميع هنكو على شباب المزارعين ده عندكم اجتماع في سنة ولا في 3 شهر ولا في 6 شهر تقدر تتجمعوا والله حسب حاليا ده ما في جمع عشان عندنا الأمراض مرض أنا كورونا ده ما خلانا يعني نقدر هل يعني نعم كيدور مش ليجي يقعدوا معاكم يسجل اسمه ولا عن طريق الاتصال ولا كيف؟ والله الأدران ده فعلا عندنا نمرو قاي حاس وعندنا الناس بس خليل حاس كي حتى انا للمراقبين انا الناس اللي يجوا وحتى انا حاس حاليا ده حاس حاليا ده بيروقنا ده في سياش حاس حاليا ده في هيني بكان حاس كان حجو معكم ده حاليا ده سوينا سياش حقنا ممكن الناس كله يجوا هيني بس ونلمو ونسجلهم ونواصلوا معهم تمام شكرا وشنو وصياتك التنتين للشباب المزارعين او للشباب الاخرين والله فعلا انا عندي وصيه كبيره للاخوان التشادين كله في عامه عشان فعلا
ننتم المساعدة الفكرية ده نقول لهم حلو يشولوا نية عن الوطنية. الوطنية ده لازم انت شباب ده لازم كم شاب على وطن ده ما ينفع. الوطنية ده الواجب منك من الشباب عشان ده نطلب من كل شباب الله ينتم الوطنية وللبلدهم ومشي الله ونقدر نود البلد ده قدام الشباب بس بود والد ده قدام ما أباتنا لسا الشياب ده ما يقدر يود البلد ده قدام. نحن شباب بس كان بدينا نطلف ده البلد ده بعدين بيجي بتلفين عشان ده قلنا نطلب من كل شباب الشاب اللي عنده فكرة التلفين ده نطلبه يعني هل خير الرايته هل يجي يعني يبني بلد ده أفضل من تلفين عشان ده كله للشباب نطلب منه. تمام شنو كلامك الأخير؟ والله الكلمات الأخيرة ده يعني نشكر كمان التلفزيون النصر تي في جانا وكتب لنا وجاء شافانا والنظام حقنا كله وطلب دورنا مساعدات قدام عشان يوصل مساعدتنا ان شاء الله نطلب من كل الاون جي ولا الفيدراسيون ولا عندهم الفون دول ولا حكومة كل ممكن عشان نطلب منا مساعدة ما لا ما نطلب منا مساعدة لكن عشان ده في بداية دانينا بلا حكومة بدانا بجوبنا ندور مساعدة من كل أما التشاهدين كله تلفزيون النصر هنا يختم برنامجنا برنامج المزارعين والبقرة. اليوم جينا قابلنا شباب عن الفونداسيون عن الشباب المزارعين هو الجمعية عن الشباب المزارعين. في هذه الجمعية الرئيس عن الشباب المزارعين هو محمد نور سالم مصطفى. هو كل أنت شهورة وأنت لنا فكرة وقابلنا الأمين العام عن الفونداسيون دي جين أغريكولتير الجمعية عن الشباب المزارعين هو محمد نور ابن عمر. الشباب الاثنين في رايهم لمو وسو الفكرة ده وفكرة بناءة. مشاهدين تلفزيون النصر هنا برنامجنا برنامج المزارعين والبقرة يختم إلا وقت تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. God.